بالتالي السؤال متعلق بهذه المباراة وتوقعات حضراتكم اللي هتقولوها من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام، وتوقعاتكم لنتيجة مباراة اليوم ما بين الأهلي والاتحاد السكندري. إن شاء الله الأهلي يكون موفق ويحسم اللقب بإذن الله تعالى عشان يضاف لدولاب ألقاب النادي الأهلي، ويكون البطولة رقم 42 في تاريخ النادي الأهلي تحديدا في بطولات الدوري المصري الممتاز. هنتفاعل مع حضراتكم او حضراتكم تتفاعلوا معانا ونشوف ردودكم وتوقعاتكم مع نهايه حلقه اليوم باذن الله تعالى.